السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير، جمعة مباركة عليكم. النهاردة عايزين نعمل وصفة حلوة قوي 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 للكتاكيت بتاعتنا البيضة، لأن دي لها اهتمام مخصوص. الكتاكيت البيضة أو الرومي أو الكتاكيت البلدي وهي صغيرة ليها طريقة معينة عشان توصل للمرحلة اللي احنا عايزينها وتديكي حجم حلو وتفور معاكي بسرعة. قبل بقى ما نقول هنعمل ايه النهاردة، بصوا بقى، طبعا اوعي تكوني لسه يا تطا بترمي دي الشوربة، اوعي تكوني لسه بترميها لان دي من الحاجات. استني 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 استني، بصي بحط لقمتين العيش، بصي بتحطي بقى حبة الشوربة دولت كده، بصي بقى دلع يا دلع يا دلع، بصي بواقي بقى اكل بواقي كده. اوعي ترمي حاجه، الحاجات دي كلها من الحاجات المهمه جدا للطيور المغذيه، بروتين عالي قوي. سلقه بقى فراخ، سلقه اللي سلقاه، حطي لطيورك مع بواقي الاكل. بصي بالصلاه على النبي، بصي بالصلاه على النبي، تحسي كده بالسعاده بتاكليهم، ولا تقولي لي علف ولا تقولي لي اي حاجه، هي دي الاكله المظبوطه اللي تعمليها لطيورك بواقي الشوربه. والله العظيم لو وصيتي جيرانك ما هيحصل حاجه، ما هم بيرموها في الحوض. يا ستي لو فاضي عندك حاجه هتعملي يا ستي ونغسل لك الحله، ايه المشكله يعني؟ طب النهارده هتعملي وصفه ايه يا طاطا؟ اقول لك نعمل ايه، وصفه ايه بقى عشان نكبر كتاكيتنا بسرعه كده وناخد نتيجه هايله. بصي بقى اعمل لهم الاول وصفه، الوصفه اللي هي العالم كله بيقول هي ايه الوصفه اللي تكبر كتاكيتي بسرعه. بصوا يا جماعه بالصلاه على النبي، بصي بقى يا عصر، هنعمل النهارده وصفه ومشروم. طبعا انا بتبسط وهما بياكلوا او بحس كده بالسعاده. بصي طبعا احنا الفراخ البيضه لا غنى عن ان احنا لازم نحط علف، بس بنقلل فيما بعد، هنقلل الكميه بتعويض حاجه تانية بس برضو على نفس الوتيره بتاعتي. طبعا البصل ده حاجه اساسيه انا لازم احطه على طول. هتقولي لي كاني مال رغيص غالي، انا لازم احط البصل لان ده بيعوضني عن ان انا اشتري اي مضاد حيوي. طيب بصي بقى الوصفه دي، بصي يا اختي، بصي بقى شكلك يا عسل، يا شكلك يا عسل. دي التحويله دي لما بيعدي عليكي اول اسبوع في حاجات اساسيه لازم تحطيها للطيور. طبعا ده بقسماط مطحون، والبقسماط المطحون ده انا لازم احطه للطيور. ده بقسماط مطحون على سمسم لان هو بيفور جدا وبيكبر بطريقه لا تتخيلي. دي بنجر، البنجر ده انا ضربته في الخلاط وصفيته لان البنجر طاقه عاليه جدا 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 تحطيها للطيور. ده بقى ينسون، طب ما انت بتغليها بقى، تقول لك انا غليته وحتى ناشف ليه بقى؟ لان لو تعرفي فوائد تنقير الكتاكيت في اليانسون ده صحي جدا جدا ومعالج، وخلي بالك هو بس مش معالج، هو كمان مغذي. ده لبن بودرة سايب بتجيبيه من عند اي عطار بيتباع سايب. دي كزبرة ناشفة، ولو تعرفي فوائد الكزبرة، طب ما انت بتحطيها في المية، انا بحطها في المية وبدخلهم برضو نقروها لانها من الحاجات اكبر معالج للبرد ومغذية وبترفع المناعة. كل ده كده يا بطة لما تحطيها لازم تصفي البنجر. ليه بقى؟ لانك انت، انا سبته مصفي في الصفايه شويه عشان يديني كانه بودره. ليه؟ لان لو حطيته ناشئ بميته هيخلي لي العلب بصاره، وطبعا الكتاكيت البيضه مش كده، ما ينفعش تخلي لها الحاجه عامله زي البصاره كده. وتخلطي كل دولت مع بعض مع مشروب هقول لك عليه. تعالي بقى نحط الاكل الاول. هما مالهم يا تاتا يا تاتا يا تاتا، بصي يخشي عليا يخشي على حواليا. هتقولهم بقى بسم الله، الصلاة على النبي، الصلاة على الحبيب النبي. بصي بقى الوصفة دي ياكلوها بقى، تبقى انت اديتيهم طاقة، اديتيهم حيوية. النشا يا جماعة واللبن البودرة، اللبن البودرة رخيص قوي، سايب حلو جدا، مغذي جدا، بيعمل تحويلة هايلة. لبن لبن يا جماعة،
اليانسون والكزبرة مع بعض لما تحطيهم لكتاكيتك ينقروا فيها الصلاة على النبي، هتاخدي نتيجة هايلة، هتاخدي طاقة وهتاخدي زيادة وزن وهتاخدي صحة، رفع مناعة وتغذية. اللهم صل عليك. البنجر يا جماعة دي سكريات وحاجة هايلة جدا، بترفع الطاقة، بتقوي وبتخلي طاقة عالية جدا. طب المشروب ايه يا طاطا؟ اقول لك المشروب ايه يا عسل. طيب بصي بقى المشروب الصحي ده، المشروب ده انا حطيت فيه حلبة وعسل اسود و ينسون. حطيت ما غليتش طبعا العسل، انا غليت الحلبة واليانسون، وبعد لما بردت خالص حطيت العسل الاسود. ده مشروب يا جماعة خيال خيال، حطيه بتشورك مغذي جدا للكتاكيت البيضة. عايزة اقول لك ان بصي 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 المشروب والوصفة دي اتحداكي لو استمريتي عليها اسبوع هتلاقي نتيجة جبارة. سلمى تعالي بصي يحشي عليا وعلى حواليا، بصي يحشي عليا وعلى حواليا، بصي بصي. ده عايزة اقول لك ان دي وصفة تحفة. بصي انت هتشوه شربة الكتاكيت، اعملي بقى الوصفة بتاعتي دي، دي وصفة جبارة، وصفة هايلة قوي، هتغذي طولك بصي وهتكبرهم لك بسرعة جدا جدا جدا. اتمنى بقى ان انتوا تتابعوني، اشتركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله. وعندي ليكم وصفات كتيرة هايلة الايام الجاية، كلها وصفات مجربة. بصي البط الشوفان بقى قد ايه، بصي يا اختي، على فكرة لما باجي امسكها بلاقيها تقيلة ما شاء الله عليا. بصي يا اختي بصي يا اختي، اتمنى بقى ان انتوا تشجعوني وتدعموا قناتي وتشيروا لي فيديوهاتي عشان قناتي باذن الله تستمر بفضل ربنا ثم فضلكم باذن الله. واسيبكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.